هدفين دون مقابل، مما سمح لأولمبي شليف بأن يعتري صدارة الترتيب بمفرده بفارق 3 نقاط كاملة على وداد تلمسان. مولودية العلماء فازت بهدفين دون مقابل بواسطة المخضرم وصاحب الخبرة الكبيرة في الميادين ياسين بزاز، الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 36 لفريق مولودية العلماء، وفي المرحلة الثانية بالضبط في الدقيقة 70 ياسين بزاز يعيد الكرة ويضيف الهدف الثاني ويمنح 3 نقاط ثمينة لفريقه مولودية العلماء. وداد تلمسان أول هزيمة وفي هذه المباراة يتلقى أول أهدافه هذا الموسم.